احنا معانا دلوقتي على تليفون الناقد الفني كريم المصري عشان نتعرف منه على ابرز المحطات الفنيه اللي خاضها الساحر محمود عبد العزيز. صباح الخير عليك. صباح الخير وصباح الخير على كل مشاهدينكم. يا اهلا بيك. محطات عديده في حياه الفنان الكبير الساحر محمود عبد العزيز، لو هنتوقف عند بدايه هذه المحطات، ايه الاعمال اللي كانت بمثابه نقطه تحول وانطلاقه حقيقيه للنجوميه بالنسبه له؟ هو في الحقيقه احنا لازم ناخد الموضوع قبل كده بشويه، لازم نتكلم عن حاله استثنائيه في تاريخنا الفني. محمود عبد العزيز هو مكتبه كامله من الاعمال الفنيه ومسيره سريه وغنيه جدا نجح ان هو يقدمها على مدار عدد سنين كتيره وطويله. لكن البدايه بتاعت محمود عبد العزيز بفكره مفهوم البطل الجان اللي كانت متواجده من الخمسينات لحد منتصف السبعينات او اخر السبعينات. ومحمود عبد العزيز كان بيمتلك من الذكاء الفني ان هو كان شايف ان الصوره دي قربت تنتهي. يعني نقطه التحول الرئيسيه من وجهه نظري كان المشهد الختامي في فيلم العار. بحاله الهستيريا اللي هو صنعها، فكان مفاجاه للنقاد والجمهور وقتها ان محمود عبد العزيز بيمتلك طاقه كوميديه كبيره جدا ازاي ما تمش استغلالها. علشان بعدها على طول فاجئنا بدور مزاجنجي بفيلم الكيف، وبيبتدي من هنا يصنع مسيرة غنية جدا مليئة بالتحولات الكبيرة جدا، لأن هو ما كانش واقف عند منطقة تمثيلية واحدة، بالعكس تماما. في عز ما هو بيقدم الكيف، بعدها على طول بيروح يقدم فيلم البريء بصورة المتغطرس والفيلم بتاع هو ما حبش يتصنف، يعني ما حبش يحط نفسه في حتة ابدا. بدل طول الوقت في مسيرته هو رايح جاي بيقدم مختلف الشخصيات ويقتحم المناطق التمثيليه المختلفه يعني. طب بما ان حضرتك قلت نرجع كده لقبل كده كمان، يعني خليني ارجع بقى معاك قبل ده تاني. يمكن انا وشاذلي كنا بنتكلم قبل ما نرجع على طول من التقرير على انه ايه سر يعني تلاميذ كليه زراعه بيحبوا يمثلوا وبيبدعوا جدا، يعني الزعيم عادل امام زراعه، الساحر محمود عبد العزيز كان في كليه الزراعه، ايه السر في ده؟ هو في الحقيقه دي حقيقه فعلا يعني، بس هو احنا كل فتره كده بيكون عندنا كليه من ضمن الجامعات يعني بتكون متميزه. يعني الفتره دي كان فعلا في محمود عبد العزيز وعادل امام، وبعدها بعدد سنين مش كتير قوي كانت مسرح كليه حقوق وقدم لنا خالد الصاوي وخالد صالح. هي تملي كده بيكون في فرق معينه بتظهر مع بعض في وقت معين وبتنجح انها تقدم نفسها يعني بشكل كويس. طيب قدم كل الالوان، لكن بكل تاكيد من وجهه نظرك في لون هو ابدع فيه، سواء بقى في السينما او في الدراما او في المسرح. هو في الحقيقه نجح في كل الاختبارات، هو كان متمرد على نفسه. يعني محمود عبد العزيز كان مدرسه تمثيليه بتمثل بواقعيه شديده جدا، وكان عنده مهاره من الاقناع ان هو بيمثل بنفس الطريقه، لكن في كل شخصيه بينجح ان هو يوصل لنا ان انا بقدم شخصيه جديده مختلفه عليكم. حتى لما اقتحم مدرسه التقمص، ودي اقتحمها في 3-4 اعمال، وصل لاعلى ليفل من التقمص احنا شفناه في تاريخنا، في الشيخ حسني في الكتكات، صحيح، في ابو هيبه، في جبل الحلال، في عبد الملك زرزور طبعا، في ابراهيم الابيض. كل ده كان لون من الوان التقمص ونجح ان هو يقدمه بصوره اكتر من رائعه. كمان كان عنده ذكاء شديد جدا ان هو في الوقت اللي هو فيه بطل كبير جدا في السينما كان ممكن يقبل بادوار دور تاني، وده شفناه في فيلم البريء، شفناه في فيلم الدنيا على جناح يمامه، شفناه في فيلم بناتنا في الخارج. فهو كان بيكون عنده حرص شديد جدا ان هو يقدم عمل فني يضاف الى مسيره محمود عبد العزيز، فما كانش فارق معاه المساحه او البطوله المطلقه تماما. طب طبعا في اعمال كده ما نقدرش ننساها زي العار، الكيف، الساحر، لكن خليني اقف معاك عند رأفت الهجان. رأفت الهجان كان بالنسبة لمحمود عبد العزيز ايه؟ يعني ده علامة فارقة عندنا احنا كمصريين، احنا المسلسل ده ما بنقدرش كده لو شفناه على قناة بنقف عنده، بنفضل نتفرج عليه لغاية النهاردة، احداثه بتشدنا كأننا بنتفرج عليه لأول مرة. سر ابداعه في الدور ده جه منين؟ الدور ده بالنسبة له ايه؟ التحضير الجيد للشخصية المعايشة اللي قدر ان هو يصنعها مع الشخصية، كمان حالة الكيمياء اللي كان بيصنعها في الجزء الأولاني مع يوسف شعبان وفي الجزء الثاني مع نبيل الحلفاوي. هو كان عنده من القدرة ومن الحرفية
ان هو يصنع كيمياء بينه وبين الممثلين الاخرين ويديهم مساحات ما بيتدخلش في ده، بالعكس كان بيساعدهم طول الوقت. وكان مؤمن جدا بفكرة العمل الجماعي وان الجماعية هي اللي بتنجح العمل، فبالتالي بتنجحه هو شخصيا. كمان محمود عبد العزيز كان عنده قبول ربنا عطهوله ان هو واحد مننا، يعني هو عبد العزيز كنا متملي بنحس ان ده واحد قاعد معانا، ده صاحبنا، ده والدنا، ده اخونا. فكان هو بيعرف يستغل ده بشكل كبير جدا وبيوظفه بصوره فنيه اكتر من رائعه. فده كان من ضمن الاسباب الكبيره اللي قدر ان هو يوصل بيها في رأفت الهجان ده مسلسل ملحمه، مسلسل قدر وصل لكل الاجيال. يعني الجزء الثالث والاخير من رأفت الهجان كان سنه 92 تقريبا، يعني بنتكلم في حوالي 32 سنه. وبالرغم من ده المسلسل كل ما بيتعرض بيحقق نسب مشاهدات عاليه جدا سواء في مصر او في الوطن العربي ككل. لكن كان قبلها بقى كمان، بما اننا بنتكلم دلوقتي عن اعمال الدراميه، كان مسلسل البشاير. ده بقى البشاير محمود عبد العزيز راح لمنطقه تمثيليه في الوقت ده كانت بالنسبه له تحدي واختبار كبير جدا ان هو يقدم النموذج للفلاح المصري المتمسك بالعادات والتقاليد وان هو يتقن اللهجه بهذا الشكل وان هو يكون حريص على ويعرف يتعامل كمان مع سلوى نصار. طبعا التفاصيل محمود عبد العزيز من اكتر الفنانين اللي انا شفتهم في حياتي، يعني بيهتم جدا بفكره الملابس لكل شخصيه. الراجل ده ما كانش بيسيب تفصيله واحده بس يعني. فمحمود عبد العزيز في البشاير هو قدم لنا مسلسل في الوقت ده، يعني انا ما حضرتوش في وقت عرضه بس اكيد شفته بعد كده، يعني نجح ان هو يقدم لنا عمل فني رائع في الحقيقه. طيب هل كان بيهتم بتقديم قضيه معينه؟ يعني احنا شفناه في فيلم العار بيقدم قضيه معينه ايا كان تناولها كان عامل ازاي، لكن كمان شفنا فيلم الشقه من حق الزوجه والتوليفه الحلوه قوي اللي كان عاملها مع راحله معالي زايد. هل كان بيهتم بتقديم قضيه معينه بطريقه كوميديه يبسطها للجمهور وبيبدع فيها في نفس الوقت؟ هو كان بيهتم جدا في كل اعماله بفكره ان هو متعايش مع القضايا المعاصره اللي بيواجهها المجتمع اللي هو عايش فيه. ومن خلال ده نجح ان هو يقدم مجموعه كبيره من الاعمال بتناقش قضايا كانت شغله الراي العام او شغله المجتمع في الوقت ده. وده بيدل على ان هو مش ممثل وبس، لا هو حتى عنده رؤيه ومحتك جدا بالمجتمع ومتعايش مع القضايا بتاعته يعني. طيب شايف بقى المشوار الفني الكريم محمود عبد العزيز عامل ازاي؟ هل شايف انه امتداد لوالده؟ يعني انا ما بحبش ده، لان كل حد بيعيش وقته وبيعيش زمنه، وفكره المقارنه دي ممكن اكيد هي هتضر كريم. لاني انا بصراحه انا متحيز لمحمود عبد العزيز. انا كائن محمود عبد العزيز، يعني انا لما بتسال انا ايه، انا محمود عبد العزيز يعني. كريم ممثل شاطر جدا، ممثل مجتهد جدا، بيمتلك قبول كبير. في بعض الجينات اكيد من الفنان الكبير محمود عبد العزيز، لكن هو لون مختلف وبيسعى تملي ان هو يقدم اعمال بشكل مختلف تماما. بيحاول بالرغم الجينات اللي هو متاثر بيها، لكن هو بيحاول طول الوقت ان هو يبعد عن طريقه محمود عبد العزيز، وده سبب من عوامل نجاحه في الفتره الاخيره تحديدا، يعني ان هو بيحاول طول الوقت ان هو يبعد عن شكل محمود عبد العزيز. وأنا لكن هو الشبه بينهم طاغي بصراحة، ونبرة الصوت وسبحان الله ده يعني الفنان اللي هيكون ابن فنان احنا متقبلين منه الشبه ده بصراحة، يعني حابينه جدا. أكيد في شبه، لكن هو بيحاول طول الوقت يبعد عن ده. يعني هو في بداياته كان حتى في مشاهد البكاء او مشاهد الضحك او مشاهد الحركه كان فيها كتير من روح محمود عبد العزيز. كانت هي والله فعلا. لكن هو فعلا متنوع وقادر ان هو فعلا يقدم اشكال مختلفه. كل شكر ليك الناقد الفني كريم المصري، بنشكرك جزيل الشكر.